الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم جميعا وأشكركم على هذا الحضور في المناطق المختلفة، وأتوجه بالتحية خصوصا إلى أهلنا الكرام والأعزاء والأحبة، إلى عوائل الشهداء الذين نلتقي اليوم في حضرتهم وبحضورهم لنحيي يوم الشهيد، يوم شهيد حزب الله الذي هو شهيدهم في الحقيقة. أنا أود في هذه الكلمة أن أتحدث أولا عن المناسبة، وثانيا أتكلم قليلا عن الوضع في المنطقة، وخصوصا فيما يتصل بالموضوع الإسرائيلي، وهذا يناسب يوم الشهيد أكثر. والنقطة الأخيرة وفي الوضع المحلي، هي في الوضع المحلي بالتحديد في مسألة الحكومة وتشكيل الحكومة. في يوم 11/11 سنة 1982، كما بات معروفا، نفذ أمير الاستشهاديين وفاتح عصر العمليات الاستشهادية الشهيد أحمد قصير عمليته النوعية والتاريخية، عندما استهدف مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في مدينة صور، هذا المقر الذي كان يدير ويقود قوات الاحتلال في تلك المنطقة، مما أدى إلى مقتل ما يزيد على 120 ضابط وجندي إسرائيلي من قوات الاحتلال، وبينهم جنرالات كبار في الجيش وفي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. وكلنا يذكر أن إسرائيل في ذلك الوقت أعلنت الحداد العام لمدة 3 أيام، ودمر هذا المبنى بالكامل. هذه العملية الاستشهادية هزت كيان العدو وأسست لمسار حاسم في المقاومة، مقاومة أهلنا وشعبنا، والتي تقدمت فيها مجموعة من الأحزاب والقوى والفصائل المقاومة، وسرعان ما أنتجت نصرا كبيرا وتحريرا عظيما، بدءا من بيروت إلى الضواحي، إلى جبل لبنان، إلى أجزاء من البقاع الغربي وراشية، وصولا إلى عام 1985 تحرير صيدا وصور والنبطية وما تبقى من البقاع الغربي وراشية، وصولا إلى الشريط الحدودي المحتل. مسار المقاومة كان مسارا حاسما وقاطعا وقويا ومندفعا، وأنجز خلال سنوات قليلة، يعني أقل من 3 سنين، تحريرا كبيرا وعظيما، وهذا في الحقيقة كان الانتصار الأول، هذا صنعته دماء الشهداء. يوم 11/11 كان الحجر الأساس والكبير والقوي في هذا المسار الحاسم. نحن اخترنا هذا اليوم ليكون يوم شهيد حزب الله، يعني اليوم نحن نكرم كل شهدائنا من الإخوة والأخوات والكبار والصغار في مسيرتنا، الشهداء القادة، الشهداء الاستشهاديين، الشهداء المجاهدين، كل هؤلاء الذين استشهدوا في مختلف الساحات التي حضرنا فيها وقاتلنا فيها وتحملنا فيها المسؤولية، وما زالت
قوافل الشهداء تتتالى وتصنع الانتصارات وتساهم في صنع الانتصارات في كل ساحة وفي كل ميدان نذهب إليها. هؤلاء الشهداء، نحكي كلمة بالبداية بالمناسبة عن الشهداء، هؤلاء الشهداء وهبونا الحياة الكريمة، ولكنهم حصلوا بالشهادة على ما هو أعظم بكثير. في يوم القيامة أعد الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الشهداء من الفضل والدرجات والرضوان والنعيم الخالد والأبدي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن هناك ميزة هامة في الشهداء فيما بيننا وبين يوم القيامة. مثل ما بتعرفوا إخواني وأخواتي، لما بيموت الإنسان في فاصل مع يوم القيامة. يوم القيامة الكبرى عندما يحيى الناس جميعا وينشر الناس جميعا ويحشر الناس جميعا في صحراء المحشر للحساب، ذاك يوم سيأتي، الله أعلم بعد عشرات السنين، مئات السنين، آلاف السنين، الله أعلم. علمه هذا من الغيب الذي اختص الله تعالى به نفسه. طيب، ما بين موت الإنسان، أنا عندما أموت إلى قيام الساعة، هذه المسافة الزمنية، هذا الفاصل الزمني، كمان الله أعلم كم يستمر، عشرات السنين، مئات السنين، آلاف السنين. هذا الإنسان عندما يموت إلى أين يذهب؟ الموت ليس فناء، الموت هو انفكاك الروح عن الجسد، الجسد يبلى في التراب، الروح إلى أين تذهب؟ الأديان السماوية أجابت على هذا السؤال، الفلاسفة والعرفاء أجابوا على هذا السؤال، وتوجد أجوبة متعددة حتى في الدين الواحد وحتى في المذهب الواحد. لكن اسمحوا لي أن أقول في محضر عوائل الشهداء أن القدر المتيقن، من القدر المتيقن الذي لا نقاش فيه، عندما نقرأ القرآن كتاب الإسلام الخالد سوف نجد أن الشهداء لا يموتون. الشهداء عندما تنفصل أرواحهم عن أجسادهم بفعل الشهادة ونزيف الدم ينتقلون إلى الحياة فيما يسمى بهذا العالم الوسطي، عالم البرزخ. هم باقون على قيد الحياة. الله سبحانه وتعالى في آيات واضحة وبينة ولا تحتاج إلى الكثير من التفسير، يقول عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. الآن مش عم نحكي يوم القيامة، يوم القيامة كل الناس أحياء، كل الناس سيعودون إلى الحياة. إذن الحياة يوم القيامة لا تخص الشهداء، نتحدث عن حياتهم بعد شهادتهم وإلى قيام الساعة. أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هناك قرينة واضحة في هذه الآيات أن هؤلاء الشهداء الأحياء وهم في ذاك العالم الجديد الذي انتقلوا إليه، وهم يعيشون بفضل الله ونعمة الله ورضوان الله عز وجل. هون القرينة: يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يعني رفقاتهم، إخوانهم، أعزائهم، أحبائهم، ما زالوا في الحياة الدنيا، والشهداء الذين انتقلوا إلى العالم هذا العالم الجديد يستبشرون بالنتائج التي سيحصل عليها أولئك الذين ما زالوا في الدنيا عندما ينتقلون إليهم، لأنهم يواصلون مسيرهم وطريقهم. هنا الإنسان، عوائل الشهداء في ثقافتنا مطمئنون جدا إلى مصير أبنائهم وأعزائهم وأحبائهم، وخصوصا أنهن عند مين؟ هل عادة لما واحد بيسافر
بتعرفوا من لبنان في كتير مغتربين او شباب بيروحوا ليشتغلوا بالخارج، مثلا بيروحوا على افريقيا بينزلوا عند عائلات عادة، من هالضيعة من هالضيعة اقارب او مشاكل. انسان لما بيعرف انه هو لعند مين بعت ابنه، عند اخوه عند عمه عند قرايبينه عند اصدقاء اوفياء، بيطمئن. اذا مش هيك بضل قلقان. لكن اولادنا الشهداء واخواننا الشهداء لعند مين راحوا؟ عند ربهم، عند ربهم يرزقون. الله اعلم ماذا هذا الرزق، المعنوي الروحي المادي، الله اعلم، لانه فتحها على الاخر. يرزقون، لم يحدد ما هي طبيعة الرزق الذي يناله هؤلاء الشهداء. إذا هم غادروا إلى هناك وأعطونا هنا وتركوا لنا هنا الانتصارات والحرية والتحرير والقوة والأمجاد، وتركوا بيننا وصاياهم. اليوم كل ما ينعم به بلدنا من تحرير للأرض والأسرى ومن كرامة ومن عزة ومن شرف ومن أمن ومن أمان بفضل تضحيات كل الشهداء، ومن جملتهم هؤلاء الشهداء، شهداء حزب الله، شهداء حركة أمل، شهداء فصائل المقاومة الوطنية والفلسطينية، شهداء الجيش اللبناني والقوى الأمنية، الشهداء من شعبنا من الرجال والنساء الذين والأطفال الذين قضوا في الكثير من مجازر العدو. هذه الدماء الزكية هي التي أعطتنا ما نحن عليه الآن. وتركوا فينا وصاياهم، هذه الوصايا حفظها عوائل الشهداء، حفظوها بالصبر بالمواساة بالاعتزاز بشهدائهم بالثبات في طريق الشهداء وفي تقديم المزيد من الشهداء. الكثير الأغلبية الساحقة من عوائل شهدائنا لم تبخل ببقية أبنائها على المقاومة وعلى هذا الطريق، وفي كل الميادين التي كنا فيها وما زلنا فيها الكثير من هؤلاء الشباب هم إخوة شهداء أو أبناء شهداء وينتسبون إلى عوائل الشهداء. نحن لدينا 135 عائلة، ما يزيد، ألا ما التوأم العالي حتى احتاط، ما يزيد على 135 عائلة قدمت أكثر من شهيد في مقاومتنا. بعض هؤلاء عوائل الشهداء قدموا أكثر من 3 شهداء أو 3 شهداء وما يزيد. من الواجب الأخلاقي والأخوي أن نذكر في هذه المناسبة اليوم والدا عزيزا وكبيرا وكريما توفاه الله سبحانه وتعالى قبل أيام قليلة، هو الحاج عبد الحسين حدرج والد الشهداء 3. وهذه العائلة هي أول عائلة في مسيرتنا قدمت 3 شهداء، يعني بحسب الترتيب الزمني 3 شهداء بالثمانينات. وكانت دائما هذه العائلة مثالا ونموذجا كما بقيت عوائل الشهداء للصبر والاحتساب والاعتزاز بشهدائهم. انني في هذه المناسبة اتوجه الى عائلة المرحوم الحاج عبد الحسين حدرج فردا فردا، اواسيهم واعزيهم، واقول لهم ان والدكم التحق بابنائه الذين ينتظرونه هناك، ونحن كما نطمئن على الشهداء هم يشكلون لنا ضمانة، هم ضمانتنا في الدنيا وضمانتنا في الآخرة. أيضا وصايا الشهداء حفظها إخوتهم ورفاقهم وأعزاؤهم الذين واصلوا الطريق حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. من هون أنا أفوت على النقاط. النقطة الأولى، ببركة هذه الدماء نحن اليوم نحمي بلدنا وأرضنا وخيرات بلدنا. وبفعل المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة، لكن بالدرجة الأولى لنكون واضحين، بفعل القدرات الصاروخية التي تملكها المقاومة اليوم، لأنه ممنوع على الجيش اللبناني أن يمتلك مقدرات من هذا النوع، ممنوع أمريكيا
وممنوع غربيا وممنوع من أكثر من مكان، ومحظور عليه أن يملك قدرة يمكن أن تصنع موازنة أو توازن ردع وخوف مع العدو. طيب، نقطة القوة المركزية اليوم في هذا الوضع اللبناني هي هذه القدرة الصاروخية المتاحة أمام مقاومة. وبفعل المعادلة وبفعل القدرة الصاروخية، العدو لا يجرؤ، حتى الآن لم يجرؤ على الاعتداء على لبنان. منذ انتهاء الحرب في 2006 إلى اليوم، نحن 2018، هذا لبنان اللي كان على طول مسرح للغارات الجوية الإسرائيلية، الإسرائيلي لا يجرؤ. قبل كم سنة عمل غارة على الحدود في جوار غزة، في جوار جنتا، وتم الرد على العملية وإفهام العدو أن أي اعتداء سيحصل رد عليه حتما وحكما. طيب، اليوم هذا الأمن، هذا الأمان، هذه الأجواء التي كانت، هذه المدن والقرى التي كانت تقصف منذ 1948 تحمي هذه المعادلة. ولذلك نجد أن العدو الإسرائيلي خصوصا في الآونة الأخيرة هو يحاول التركيز كثيرا على موضوع القوة الصاروخية والقدرات الصاروخية المتاحة للمقاومة، من خلال التهويل، من خلال الضغوط الدبلوماسية، من خلال استخدام الأمريكيين وحتى بعض الدول الأوروبية، من خلال إيجاد حالة من التخويف والتهديد بأنه إن لم يتم معالجة هذا الأمر هو سيعالجه. طيب، شوفوا، أنا جبت نص من قريب، من كم يوم، نتنياهو عم يفتخر، عم بخاطب الشعب الإسرائيلي ومش مستحي من العرب ولا من الدول العربية اللي راح عليها ولا من الدول العربية اللي بده يروح عليها، وهو أصلا مش شايفهم، مش شايف العرب، مش شايفهم. بس شو المنطق اللي بيقوله؟ بيقول قبل أيام أمام أعضاء الكنيسة من الليكود، للأسف نحن مضطرين يعني نستشهد بكلام نتنياهو، القوة هي أهم عنصر في السياسة الخارجية، الاحتلال هراء، هناك دول كبرى احتلت واستبدلت سكانا، استبدلت سكانا ولم يتحدث عنها أحد. القوة هي المفتاح، القوة تغير كل شيء في سياساتنا في مقابل دول كثيرة في العالم العربي. القوة، بالقوة فرض نتنياهو نفسه على الحكومات العربية الهزيلة والضعيفة والخائفة والخائرة. طيب، ما هي مشكلته مع لبنان ومع المقاومة؟ مشكلته أن هنا قوة وهو لا يستطيع أن يتعايش مع القوة، ولا يستطيع أن يتحمل وجود قوة تضع له حدودا لأطماعه ولمشاريعه ولتهديداته ولكل ما يتطلع إليه خلف الحدود. ولذلك هو يريد أن ينتزع هذه القوة في الوقت الذي يسعى هو إلى المزيد من عناصر القوة. العدو الإسرائيلي ونتنياهو الذي يملك أسلحة نووية وأقوى سلاح جو في المنطقة وجيشا كبيرا، هو لا يتحمل هذا الكم من الصواريخ الموجودة في لبنان. لماذا؟ لأنها تعيق، لأنها تمنع العدو الإسرائيلي من أن يتصرف كيفما يشاء. اليوم في يوم الشهيد أنا أريد أن أؤكد أننا متمسكون بقوة لبنان، بالمعادلة الذهبية، الجيش والشعب والمقاومة، متمسكون بسلاح المقاومة، ومتمسكون بكل صواريخ المقاومة. لا التهويل ولا التهديد ولا العقوبات، أنا عم براهن كتير على العقوبات. لو بدنا نبيع بيوتنا، لو بدنا نبيع بيوتنا لنحافظ على هذه القدرات الصاروخية الموجودة بين يدي المقاومة سنفعل ذلك.
أما التهديد والتهويل والتخويف هذا لن يقدم ولن يؤخر شيئا. أنا أقول للبنان يجب أن يتحمل هذا المستوى من الضغط الدبلوماسي، لأن التخلي لو فرضنا، لأن التخلي يعني أن يصبح لبنان مفتوحا للعدوان الإسرائيلي في أي وقت وفي أي لحظة، ومو شرط حرب، وإنما اعتداءات متكررة كما كان يحصل دائما بين الحروب منذ 1948 إلى 2006. أما بالنسبة إلينا فلا أقول جديدا إذا قلت للإسرائيلي الذي يتحدث عن تغيير في قواعد اشتباك أو تغيير في المعادلة تجاه لبنان، أي اعتداء على لبنان، أي غارة جوية على لبنان، أي قصف على لبنان، سنرد عليه حتما حتما حتما، ولن يكون مقبولا أن يعود العدو ليستبيح لبنان كما كان يفعل في العقود الماضية. هاي أول نقطة. النقطة الثانية، في سياق الصراع مع العدو، نشهد خلال أو شهدنا خلال أسابيع القليلة الماضية هجمة تطبيع علنية وزيارات علنية من قبل مسؤولين صهاينة إلى بعض دول الخليج. نحن ندين أي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي، ومن أي جهة صدر، حكومة، دولة، زعيم، جهة، فئة شعبية، هذا الأمر يجب، هذا أمر ندينه وندعو جميع الشرفاء في العالم إلى إدانته، لأن التطبيع مع العدو مخاطره واضحة. الحد الأدنى التطبيع مع العدو يعني الاعتراف العدو، الاعتراف بشرعية اغتصابه لفلسطين وللمقدسات الإسلامية والمسيحية، السكوت أو التبرير أو تجاوز كل المظالم والمجازر التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، وتثبيت لكيان العدو وبقاء العدو واحتلال العدو. لذلك الجميع مدعو إلى، وهذا فوق الحسابات والمصالح الوطنية. هلا كل بلد اليوم من شان ما تزعل الدولة الفلانية والدولة الفلانية، نظرا للحسابات المحلية، أنا أسكت، أنت تسكت، هذا يسكت، ويصبح التطبيع في العالم العربي والإسلامي أمرا عاديا وطبيعيا. هذا يجب أن يكون مرفوضا. الواجب الإنساني والديني والأخلاقي والقومي والوطني، الواجب القانوني، الواجب بكل المعايير، أن ترتفع الأصوات دائما، وأن يدان كل شكل وكل خطوة من خطوات التطبيع في العالم العربي والإسلامي. وهذه المعركة يجب أن تحيا من جديد وأن تخاض من جديد، معركة التطبيع، وهذه لا تحتاج لا إلى صواريخ ولا إلى سلاح ولا إلى مال. النخب، العلماء، شباب الإعدين على مواقع التواصل الاجتماعي، وسائل الإعلام، كل من له قدرة التعبير عن موقف مسؤوليته، وسنسأل عن هذا يوم القيامة، سنسأل عن هذا يوم القيامة. أنا في هذا السياق أيضا أود أن أقول خصوصا للشعب الفلسطيني، لا تحزنوا كثيرا لهذه الخطوات التطبيعية. لماذا؟ بل يمكن يكون فيها خير، يعني طلع على الجانب الآخر الموضوع، لأن ما كان يجري بالخفاء يجري الآن في العلن، هذا مش جديد، ما كان يجري في الخفاء هو يجري الآن في العلن. هذا الذي يجري الآن في العلن يضع الحد النهائي للنفاق الرسمي العربي، يسقط كل أقنعة الخداع والمخادعين والمنافقين الذين صوروا على مدى عقود للشعب الفلسطيني وللأمة العربية والإسلامية أن موقفهم موقف مختلف،
وعندما تسقط الأقنعة وتنكشف الوجوه الحقيقية تتمايز الصفوف من هنا ومن هناك، تتحدد المعسكرات بوضوح، وهذا من شرائط الانتصار في أي معركة. وجود المخادعين والمنافقين والكذابين والذين يبيعون الوهم ويقطعون الوقت هنا وهناك هو الذي يؤجل الانتصار، هو الذي يؤجل الحسم، هو الذي يؤجل نمو الوعي الحقيقي الذي تبنى عليه حركات المقاومة والثورة عند أي شعب. أملنا الحقيقي وأملكم الحقيقي هو في شعوبنا وبعض الدول التي ما زالت صامدة في موقفها. نعم، عندما نتطلع إلى أهل غزة على مدار الأسبوع وخصوصا يوم الجمعة في مسيرات العودة في البحر وعلى الشاطئ، والذين يقدمون الشهداء يوميا والجرحى، هنا يبقى الأمل. عندما تجد أهل غزة بملايينهم يرفضون الاستسلام والانصياع والسكوت والسقوط، الأمل في الضفة الغربية التي تعبر عن موقفها أيضا، التي يخرج مجاهدوها من الشباب ومن الفتيات من الشابات ليطلق رصاصا هنا أو يرمي قنبلة هنا أو يطعن هناك بسكين. قبل أيام قليلة رئيس الشباك يتحدث عن إفشال، شوفوا العمليات اللي بتنجح هذا فعل المقاومة، العمليات التي يتم إفشالها تعبر عن إرادة المقاومة. عندما يتحدث أنه هاي السنة بس قامت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بإفشال 480 عملية في الضفة الغربية، يعني في 480 تحضير وإرادة مقاومة من فعل مقاوم تم إفشاله. هلا ليش تم إفشاله بحث آخر، بس هذا بيعبر عن الروح الحقيقية في الضفة الغربية. الرهان على هذا الشعب، على هؤلاء الناس. أمام موجات تطبيع لابد أن نقف بكل اعتزاز وافتخار أمام أهلنا في الجولان العربي السوري المحتل، جماعة تحت الاحتلال من 1967، تحت الاحتلال سنوات عقود عشرات السنين، لكنهم دائما يرفضون التطبيع ويرفضون الخضوع ويرفضون تحويل الجولان إلى منطقة إسرائيلية. والإنجاز الكبير الذي قاموا به قبل أيام عندما اعترف العدو الإسرائيلي نفسه اللي خطط وحضر وبذل كل الجهود كل ما يستطيع لإنجاح الانتخابات البلدية والمحلية في بلدات الجولان، أفشلها أهل الجولان. هذا تعبير عن شو؟ أهل الجولان لو ما عندهم هذه الأصالة العربية وهذا الالتزام بالقضية وهذا الانتماء الوطني الصادق كان بيقول لك طب ما هو كل العرب عم يستقبلوا نتنياهو، وزيرة الثقافة الإسرائيلية ما شاء الله تصلي في مسجد الشيخ زايد في الإمارات، أنا ليش بدي أكل قتل وأروح على السجون وأعتقل وأدخل في مواجهة مع العدو الإسرائيلي؟ خل طبع مثل ما هالعرب عم بيطبعوا. ناسنا مش هيك، لا في فلسطين ولا في الجولان ولا على امتداد العالم العربي والإسلامي. في مواجهة التطبيع لدينا الكثير من النماذج المشرقة، من تونس إلى كثير من البلدان العربية إلى لبنان. أمس فيما نشر أيضا في وسائل الإعلام، شاب لبناني، فتى لبناني 8 سنين 9 سنين عمره، يشارك في مسابقة عالمية في أسبانيا حول الشطرنج، يعني قديه هو مجهز ومحضر وأهله تعبانين عليه، وأيضا الجهات المعنية الرسمية في لبنان مساعدة بهذا الموضوع. لكن هونيك البعثة اللبنانية ويشكرون على هذا الموقف، والفتى اللبناني هلا نرى اسمه مارك أبو ديب، مارك أبو ديب هلا على الطريقة اللبنانية للأسف، يعني مشان يسمعوا المسلمين في العالم العربي لازم نقول الفتى اللبناني المسيحي مارك أبو ديب، يشترط أنه أنا ما بلعب مع الإسرائيلي، وبآخر المطاف
اذا وصلت المباراه انا والاسرائيلي انا ما بلعب معه، انا منسحب، لانه هذا عدو، هذا عدو. هنا الامل، الامل في هؤلاء الشباب، في هؤلاء الفتيه، في هؤلاء الناس، وليس في الحكام اللي هم منبطحين من زمان وخالصين من زمان. والشيء المليح اللي عم بصير هو ان تسقط اوراق التوت واقنعه النفاق والدجل امام الشعوب العربيه. في ايران الرياضيون الايرانيون بالرياضه وحتى بالمسابقات العالميه والدوليه الاخرى، بيكون واحد شاب تعبان سنوات طويله ومتعوب عليه سنوات طويله، وبيوصل للنهائي او نصف النهائي لما بيصير المنافس تبعه اسرائيلي ينسحب ليعبر عن هذا الموقف. الامل هنا، وهذه المعركه يجب ان تخاض. ونحن في يوم الشهيد نوجه الدعوه مجددا لكل الاحياء في امتنا العربيه والاسلاميه ان يخوضوا هذه المعركه وان يعودوا اليها. ما يعتبروها معركه هامشيه، لا، هي بالنسبه للاسرائيلي معركه اساسيه وحقيقيه وحيويه. وايضا الدول، امس مثلا المظاهرات في البحرين رغم القمع والقسوه، بعضها خرج نهارا بعضها خرج ليلا في اغلب البلدات البحرينيه والتي للاسف لم تحظى بالتغطيه الاعلاميه المناسبه، ضد زياره نتنياهو اي مسؤول اسرائيلي الى البحرين. هؤلاء هم ناسنا، هذا شعبنا، هي شعوب امتنا التي يمكن الرهان عليها بكل جديه. ايضا الدول، هاي ايران، طيب ترامب والمسؤولين الامريكان بيحكوا بصراحه، احد اهداف العقوبات على ايران هو تغيير موقفها في القضيه الفلسطينيه، هو وقف دعمها لحركات المقاومه في المنطقه. ما هذا هدف معلن، هذا من المطالبات، لما حطوا 12 مطلب ما هذا واحد من المطالبات. لكن الجمهورية الإسلامية لم تفعل كما تفعل بعض الأنظمة العربية وتقول عندي ضغط أمريكاني وضغط اقتصادي وضغط ما بعرف شو، وتتخلى عن مبادئها وعن عقيدتها وعن التزامها وعن إيمانها. طيب هاي سوريا التي ما زالت رغم الحرب الكونية عليها ما زالت صامدة، يوم بعد يوم تتكشف الحقائق. أنا عندما أشاهد نتنياهو في أي عاصمة عربية أو أشاهد أي مسؤول إسرائيلي في أي عاصمة عربية، مباشرة يحضر إلى ذهني سوريا ودمشق. لو لم تصمد القيادة السورية والجيش السوري والشعب السوري وحلفاء سوريا في هذه المعركة الكبرى، لو سقطت هذه الدولة وهذا النظام، من الواضح أنه كنا خلال أسابيع قليلة أو شهور قليلة سوف نشهد نتنياهو في دمشق، لأنه أغلب هاي المعارضة فاتحة مع إسرائيل ومخلصة مع إسرائيل. كنا سنشهد وزيرة الثقافة الإسرائيلية مثل ما كانت عم تشم الهوى بمسجد الشيخ زايد، كنا حنشوفها بالمسجد الأموي في دمشق. لكن سوريا أيضا لن تغير موقفها بالرغم من كل الظلم العربي، بالرغم من كل الظلم العربي الذي لحقها على مدى سنوات صعبة وقاسية. ثالثا، نحكي كلمة أيضا بمستجد إقليمي مهم قبل ما ننقل على الوضع المحلي. منذ شهر ونصف تقريبا انشغل العالم بالجريمة المهولة التي ارتكبت في القنصلية السعودية في اسطنبول بحق الصحافي السعودي جمال خاشقجي، ودهش العالم كله أمام تفاصيل الجريمة أيضا، من الخطف والقتل والتقطيع بالمنشار والتذويب بالأسيد وإرسال ما بقي من مما ذاب في مجاري الصرف الصحي. من حق العالم أن يدهش وأن يذهل وأن يدين. طبعا كتار عم بيحاولوا هذا الموضوع يشوفوا كيف يقطع. بالعالم العربي لا حدا ذهل ولا حدا دهش ولا حدا دان، بالعكس طلعوا يتضامنوا، عادية بالعالم العربي.
تقص بالمنشار، تقص بالسيف، تدوب بالأسيد، هاي شغلة. طيب، من حق العالم أن يدهش ويذهل ويدين، لكن عجيب أمر هذا العالم الذي لم تستوقفه ولم تدهشه المشاهد اليومية للمجازر البشعة في اليمن، ولم يهتز ضميره للأطفال اليمنيين. الأمم المتحدة نفسها بتقول أنه خلال مئات الأطفال، هلا 400 500 قديه، مئات الأطفال معرضين للموت خلال كل ساعة، كل ساعة في اليمن. الأمم المتحدة، مش نحن عم نحكي عن 14 مليون مهددين بالمجاعة، ويمكن يكون العدد ارتفع قبل أيام. مئات الآلاف من اليمنيين مهددين، مصابين بمرض الكوليرا ومهددين بالموت. عالم ساكت. هلا بلش رجع العالم يحكي. الأمريكان هلا بلشوا يحكوا، الأوروبيين بلشوا يحكوا، طبعا بين هلالين صمت عربي، صمت إسلامي، إلا بعض الدول. بشكل عام صمت. ما حدا مسترجي يفتح تمه. الله أكبر. السيف والمال وبريق الذهب والخنوع قديش هو مهول في العالم العربي. بدك تعرفوا ليش وصلنا لهون بالعالم العربي؟ هذا الموقف العربي من هذا الذي يجري في اليمن. بفسر لكم. على كل، نحن الآن أمام وضع جديد. هلا ما بدي يوقف بس لدين، ألا أقول أمام وضع جديد. يمكن أنه حادثة الخاشقجي عملت نوع من التحول، يمكن استفيد منها كمناسبة لأمر آخر. لكن على كل حال، من الجيد أن نسمع اليوم تصريحات أمريكية وأوروبية ومن الأمم المتحدة تدعو إلى وقف القتال ووقف الحرب. هذا أمر طبعا يستحق التوقف قليلا أمامه، لنقول أنه يمكن يكون جدي، هذا احتمال وارد، واحتمال يكون مجرد خديعة وتقطيع وقت. احتمال يكون جدي، وهذا احتمال له يعني ما يعتمد عليه، لكن هذا الاحتمال مو سبب مقتل الخاشقجي، ولا سبب انه والله هلأ ضمير العالم فاق. ما صار له 4 سنين العالم عم بشوف الأطفال والمجازر والقصف والقتل اليومي المهول 4 سنوات. ليش هلأ العالم طلع يقول هذه الحرب يجب أن تقف؟ ما هذا بده شوية تأمل. ببساطة وبصراحة، لأن اليمنيين صمدوا في هذه المعركة. هذا درس عظيم. لأنهم صمدوا في هذه المعركة، ولأن التحالف السعودي الإماراتي الأمريكي فشل في هذه الحرب. وإذا كان هذا الاحتمال جدي، فسيكون الهدف منه هو إنقاذ السعودي والإماراتي أكثر من إنقاذ اليمني، لأن هذا التحالف فشل في اجتياح الشمال وفشل في إدارة الجنوب، وهو يخسر اليمن شمالا وجنوبا. شمالا بفعل الصمود والفشل العسكري، وجنوبا بفعل التحرك الشعبي والفشل الإداري والسياسي. أمريكا اليوم جاي تستنقذ جماعتها بالمنطقة. لا ترامب وكل جماعة الأمريكان لا حيرون قلبهم على أطفال ولا شيء، لكن تهمنا النتيجة، يهمنا أن تقف هذه الحرب وأن يقف هذا القتال. لكن الملفت أنه بيقول خلال شهر. طيب ليه خلال شهر؟ ليش مش هلأ؟ ليش مش فورا؟ ليش مش مباشرة؟ أيضا هذه نقطة إخواننا في اليمن ملتفتون إليها جيدا، أو ينبغي أن يلتفتوا إليها جيدا. كأن الأمريكي يقول لهذا التحالف السعودي الإماراتي معكم شهر، رتبوا أموركم، شوفوا شو بتعملوا بالمعادلة، شوفوا شو بتعملوا إنجاز. العالم بعد شهر سيقول لكم توقفوا. ولذلك من الغريب والملفت أنه في الوقت الذي تصدر فيه دعوات أمريكية وغربية لوقف الحرب، نشهد في اليمن أعلى تصعيد
منذ أشهر طويلة، التصعيد القائم الآن في الساحل الغربي وفي منطقة الحديدة. هذا إذا كان احتمال جدي. على كل، وإذا كان خديعة ليخدع اليمنيون عن سلاحهم وعن جبهاتهم وعن مواقعهم، ينبغي أن لا يخدعوا، لأنه عادة المقاتلين لما بيحسوا أن المعركة صارت على نهايتها همتهم تفطر وتضعف، أنه يلا خلصت الحكاية، ممكن يهملوا يمكن يتباطؤوا، هاي تجربة بشرية موجودة. أنا في يوم الشهيد وفي الوقت الذي نعتز فيه بشهداء إخواننا وأهلنا في اليمن، أقول لإخواننا هناك اصبروا وصابروا ورابطوا واصمدوا وتشبثوا بسلاحكم وجبهاتكم ومواقعكم، أنتم اليوم أقرب إلى الانتصار من أي زمن مضى. وانتصار اليمنيين هو في بقائهم في أرضهم، في منع هذا العدوان الوحشي من تحقيق أي من أهدافه. وهم صامدون ويصنعون المعجزة العسكرية، الأسطورة العسكرية التي تجري يوميا في الساحل الغربي وفي جبهات اليمن المختلفة. أختم الوضع الإقليمي بوقفة أخيرة. نحن أدنا الحكم الصادر بحق سماحة الشيخ علي سلمان حفظه الله وبعض إخوانه. والملفت أيها الإخوة والأخوات أنه سماحة الشيخ حكمت المحكمة في البحرين ببراءته من تهمة التخابر مع قطر، لأنه كل النص المسجل ما في تخابر. في قطر وقتها كانت عم تحاول تعمل وساطة وبالتنسيق مع السعوديين ببداية الأحداث باليمن لإيجاد حل ما. هذاك الوقت كانوا القطريين نشيطين بكل الساحات. طيب، حكمت ببراءته، استأنفت النيابة العامة، شو طلع الحكم؟ مؤبد. ما شاء الله، من براءة لمؤبد. يا أخي من براءة لأربع سنين، خمس سنين، عشر سنين، تفهم يمكن يكون له حيثية قانونية، لكن إلى المؤبد. هذا يؤكد في كل يوم أن القضاء في البحرين وفي أمثال البحرين هو سلطة قمعية حقيقية. كان مفترض سماحة الشيخ أن تنتهي قريبا محكوميته من أحكام أخرى ليخرج إلى أهله وإلى شعبه، ولكن هذه السلطة تصر على احتجازه واحتجاز العلماء والقادة والرموز والشخصيات وآلاف الشباب البحريني في السجن، لتفرض على هذا الشعب أن يستسلم، وهو لن يستسلم، لا في الموقف القومي ولا في مطالبته بالإصلاح ولا في تمسكه بحقوقه أيا تكن التضحيات التي يقدمها، وقد أثبت ذلك بقوة. ننقل على الهم اللبناني. هلا بالأول حكينا كتير فصحى، هلا بدنا نحكي عامة. يمكن بالعامية اللبنانية يفهم مع بعضنا أكثر. هلا أولا بدي أعتذر من المشاهدين غير اللبنانيين، لأنه حيشوفوا حيحكي أنا أسماء طائفية وطوائف، لأنه تركيبة بلدنا للأسف نظام طائفي، ونحن نعيش في ظل هذا النظام الطائفي ومضطرين نحكي هاي اللغة، لأنه هاي الواقع الموجود عندنا في البلد. أنا في موضوع الحكومة على طريقتي بالوضوح والشفافية والصراحة، لكن طبعا مع الاحترام للجميع. بدي أحكي ثلاث أقسام، القسم الأول وقائع، والقسم الثاني بناء على الوقائع بعض الملاحظات، والقسم الثالث موقفنا في المرحلة الحالية. في الوقائع، ليه؟ لأنه نحن من خمسة أشهر لليوم مش حاكين شيء بموضوع الحكومة، شو عملنا وشو سوينا وشو سهلنا وشو ساعدنا وشو طالبنا، ما كنا عم نحكي شيء، كنا عم نشغل كل شيء بعيدا عن الإعلام. كان دائما نؤكد أنه الاستعجال في تشكيل الحكومة، مع تأكيدنا على حكومة الوحدة الوطنية وأخذ نتائج الانتخابات بعين الاعتبار. هلأ طبعا جو البلد كله حزب الله يعطل يؤخر، جيد. هلأ من خلال الوقائع والملاحظات وأيضا الموقف في العقدة الحالية، العقدة القديمة الجديدة، كمان منحدد موقفنا.
في الوقائع. طيب بعد تكليف الرئيس المكلف تشكيل الحكومة صار نقاشات، نحن كنا دائما جزء من هاي النقاشات، جزء كبير من هاي النقاشات كنا نحن وإخواننا بأمل، وجزء كان عم بيصير معنا على حدة أو مع أمل على حدة. انحكى بعدد الحكومة، كان في أصوات ومطالبات تدعو إلى أن تكون حكومة 32 لإتاحة الفرصة أمام مكونين لبنانيين مظلومين ومحرومين، هم من المسلمين المكون العلوي ومن المسيحيين مكون الأقليات المسيحية، أنه إذا عملنا 32 منكون عم نرفع غبن تاريخي عن هذين المكونين وما حتخرب الدنيا. ما هو لبنان ما بده حكومة 30، لبنان 8 وزراء 10 وزراء 12 وزير بديروه، 14 وزير بزيادة، ليش عم تعملوا 24 وتعملوا 30؟ من شان الكل يتمثل. طيب بنفس هذه الحيثية خلي الكل يتمثل، ال 30 بيصيروا 32. فخامة رئيس الجمهورية كان موافق، دولة رئيس مجلس النواب موافق، قوى سياسية أساسية البلد موافقة، الرئيس المكلف مش موافق، وقال هذا بيعمل لي حرج شديد وما بقدر وفيه وبحمل وما بحمل، لأنه هاي اللغة طبعا حنضل نسمعها، يعني شو بحمل وشو فيه وشو ما فيه. طيب بعد نقاش مستفيض بيّن أنه يا خيي فلنضع هذا الهدف اللي هو يجي يوم رفع الغبن عن مكون العلوي وعن مكون الأقليات المسيحية في يوم، هلأ مش باقي الحكومة، بالحكومة الجاي، لكن هذا هدف شريف يجب وهدف وطني يجب أن يناضل من أجله، طالما النظام عندنا بلبنان نظام طائفي. لما بيصير النظام غير طائفي كل العالم بيصير عنده فرصة أن تفوت على الحكومة، لأنه بيصير عم تفوت على الحكومة بكفاءتها أو بانتماء السياسي مش بانتماء الطائفي أو المذهبي. طيب جينا هذا الموضوع قطعناه، وإذا نحن بدنا نعقد وبدنا نعطل كان فينا من أول يوم، نحن ما منشارك ولا منقبل، بدنا 32 وزير وبدنا علوي وبدنا أقليات مسيحية وغير هيك ما تبحثوا. حدا بيمنعنا شيء؟ مثل ما هلأ حدا بيمنعنا شيء؟ ما حدا بيمنعنا، بس خيي قطعنا ماشي الحال، خلينا نسهل الأمور ونمشي. هذا واحد. اثنين، اجوا على موضوع، انا عم بحكي بالتسهيلات، على موضوع الحصص الوزارية، انه في حصص. طيب اسمحوا لي بدي احكي اسماء، قوات اللبنانية عندهم 15 نائب، من اول يوم طالبوا بخمس وزراء، حزب التقدم الاشتراكي عنده 9 نواب، من اول يوم طالب بثلاث وزراء وبده كل التمثيل الدوزي لإله، تيار المستقبل بده كل التمثيل السني، هو عنده 20 نائب بس بده كل التمثيل السني، وما عنده مشكلة يبادل سني بمسيحي مع رئيس جمهورية. طيب وكتلتا أمل وحزب الله 30 نائبا، قبلوا بستة. من اول يوم مين كان عم بيسهل ومين عم بيصعب؟ مين اذا عم بحكي شيء غير صحيح يطلع واحد يقول هذا غير صحيح. نحن قبلنا بست. بدي اعتذر من دولة رئيس نبيه بروي، نحن نتعلم منه، يبدو تواضع بهذا البلد غلط. انا واحد من الناس اليوم بقولكم التواضع في لبنان غلط، نحن كان لازم اول يوم نطالب بعشر نواب على المعايير تبع القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي وتيار المستقبل، كان لازم نطالب بعشر وزراء، لانه عنا 30 نائب ووزراء شيعة ومسيحيين وسنة، لانه بالكتلتين في معانا مسيحيين وسنة، وندق اجرنا بالارض
ومنطالب ب10 بننزل ل8 بس ما بننزل ل6. بس ما تصرفنا بهي الطريقة، لا حزب الله ولا حركة أمل، واعتبرنا انه يا خيي وضع البلد، وضع الاقتصادي، وضع المالي، صعوبات، خلينا نلم على بعضنا، خلينا نحل، خلينا نعالج، قبلنا ب6. هذا مش حجبنا، لا حجبنا النيابي كأمل وحزب الله، ولا حجمنا الانتخابي، ولا حجمنا السياسي، ولا حجم الأصوات التفضيلية تبعنا. هلأ ما بدي أفتح عد، يمكن نرجع نعد، لأنه بس نرجع نعد حنرجع نبلش من أول وجديد، مش حتبقى عقدة وحدة، حنرجع نبلش من أول وجديد النقاش. النقطة الثالثة بالوقائع، نحن بتعرفوا دائما نحن ملتزمين بحلفائنا. طيب بالحكومات السابقة من حق الحزب القومي انه يتمثل، ما كانوا يقبلوا يمثلوه، خذوا من حصتكم ناخذوا من حصتنا. بيوم من الايام دولة الرئيس نبيه بري باخر لحظة قبل انه من الحصة الشيعية ينقص وزير ونزيد وزير على الحصة السنية منشان يتمثل أحد حلفائنا الوزير فيصل كرامي. طيب ليه التقفيل على هؤلاء الحلفاء؟ هذا حقهم الطبيعي. جينا هلأ بشكل طبيعي نحن بدنا نطالب بحلفائنا، ما نتخلى عن حلفائنا. طبعا لما بيكون في حق، لما بيكون في معيار واحد بده يمشي على الكل، نحن نلتزم بالمعيار. طيب بالحلفاء كمان نحكي بالاسماء، الميو طلال ارسلان حليفنا وصديقنا، جزء من تكتل لبنان القوي، تكتل لبنان القوي تعهد انه هذا الموضوع هو بيعالجه، هو بيحصل له حقه، نحن كنا دائما داعمين، انتهينا. جينا على الحزب القومي عنده 3 نواب، قالوا لا المعيار 4 نواب 5 نواب، اللي عنده 3 نواب ما بياخذ وزير، ماشي نخضع للمعيار. لكن اذا ما عادش في معيار بنرجع نحكي بالحزب القومي. في عنا حلفاء مسيحيين، اصدقاء مسيحيين، تحالفنا نحن وياهم بالانتخابات النيابيه بزحله وبجبال، كمان اجى قال بالمنطق في معيارين للحكومه الجديده، واحد حكومه وحده وطنيه، 2 ان تاخذ نتائج الانتخابات بعين الاعتبار. طيب ماشي تاخذ نتائج الانتخابات بعين الاعتبار. طيب بناء على انه حكومة وحدة وطنية بتحتاج الانتخابات، في عنا الاخوان صنع نواب السنة، قلنا لهم اذا هاي المعايير مش بخبات النيابية مش هو المشكلة، اجى تمثيل سنة 8 افتخر بهذا ونعتز بهذا ونرفع رؤوسنا بهذا وبهم وبكل اخ سنية من 8 اذار، نحترم الكل، لكن لانه هلا الحكي عن سنه 8 اذار. هم موقفهم من 2005، موقفهم الصلب والصامت والوطني والقومي، هو الذي منع تحويل الصراع السياسي في لبنان الى حرب مذهبيه، في الوقت الذي كان الاخرون في الداخل والخارج يريدون حرب مذهبيه في لبنان. موقفهم السياسي والاعلامي والميداني، سياسيينهم، علمائهم، مشايخهم، أحزابهم، قواهم، كتلهم، شبابهم، صباياهم، أهم إنجاز عملوه سنة 8 آذار أنهم منعوا تحويل الصراع في لبنان إلى صراع سني شيعي وإلى صراع مذهبي، وهذا ما كانت تريده أمريكا وإسرائيل والسعودية ومن خلفهم وبعض الداخل. حتى في 14 آذار الذي كان يبني آمالا طوالا على صراع سني شيعي في لبنان، سنة 8 آذار كانوا دائما إلى جانب المقاومة وإلى جانب القضية الفلسطينية ومقدسات هذه الأمة. سنة 8 آذار مش تهمة، مش شغلة عيبة، مش إنه مسبة، مفخرة حقيقية. طيب وصلنا لهون انه النواب بدهم يتمثلوا، اجتمعوا فيما بينهم، عملوا اتصالات،
شكلوا لقاء تشاوري، حكوا معنا. قال يا أخي نحن نطالب بأن نمثل، نحن نمثل شريحة كبيرة من الطائفة السنية الكريمة، وهذا صحيح، هذا صحيح. بدكم نحكي أرقام؟ جاهزين نحكي أرقام، بكل شيء بنحكي أرقام. طالبوا بوزيرين، انهم يا شباب الله ست نواب، صح انتم حجمكم يعني حقيقي وكبير بس وزيرين صعبين. قالوا طيب يا اخي وزير، طيب انتم طالبوا ونحن بنساعدكم. نحن من اول يوم، اسمعوا يا لبنانيين والساده الكبار رؤساء ووزراء وبطاركه ومشايخ ومفتين ومطارنه والكل يسمع، من اول يوم بلش ينحكى بالتشكيل الحكومي نحن حكينا مع المعنيين ومع الرئيس المكلف بحق النواب السنة المستقلين، سموهم البتكونية السنة المستقلين، سنة 8 آذار البتكونية، بأن يكون لهم وزير في الحكومة من أول يوم. وكنا دائما لما نحكي مع بعض أو نبعث رسائل لبعض كنا نؤكد على هذا المطلب، انه هذا مطلب حقيقي وهذا مطلب جدي. وبصريح العبارة قلنا للمعنيين نحن ما عم نطالبكم رفع عتب، مش عم نطالبكم رفع عتب، انه والله بدنا نروح بعدين للاخوان النواب نقول لهم، للنواب الستة نقول لهم نحن طالبنا وسعينا وحكينا وما طلع بايدنا، ما تؤاخذوناش، نحن ترى موقفنا مش هيك، نحن جادين. اذا بتحكوا بحكومة وحدة وطنية، هؤلاء شريحة كبيرة من الشعب اللبناني، جزء كبير من الطائفة السنية الكريمة، من حقهم بالحد الأدنى أن يتمثلوا في وزير. لكن دائما كان يؤخذ هذا الأمر بالاستنشاء بالاستهتار بالتقطيع، ما فينا وفينا طيب نحكي بلد مسؤول. يمكن البعض اشتبه عليه الموضوع وتصور انه حزب الله عم يحكي رفع عتب. انا بحكي انا عن حزب الله. حزب الله عم يحكي رفع عتب، اخر الخط بناخذ الاسامي وبنطلع على بعبدا وبنطلع مرسوم تتشكل الحكومه، واخر شيء شو؟ بيعترضوا لهم يوم اثنين ثلاثه وبيمشي الحال. هيك كان الامر، هيك عم يدار. أنا رأيي هاي الطريقة مهينة، هاي طريقة مهينة، عدم احترام الناس، عدم الاعتراف بالناس، عدم اعتراف بما يمثلون ومن يمثلون، هذا مهين مش مقبول من مين مكان. طيب بعد 5 أشهر، والله بدي أرجع لها بعد شوي، بعد 5 أشهر من المفاوضات مع القوات اللبنانية ومع الحزب التقدم الاشتراكي انحلت العقدة اللي كان يقال عقدة مسيحية أو عقدة درزية، انحلوا عظيم. بمعزل عن نتيجة الحل اتصلوا فينا، اتصل رئيس المكلف قال بدي الأسامي تبعكم ثلاث وزراء بين هلالين. بتعرفوا حتى لما اتصل وعم يطلب الأسامي، يا اخي مش انا مسؤول بحزب الله؟ والله انا ما كنت بعدني بعرف ولهلا بعدني مش عارف شو هي الحقائب اللي بدها تنعطى لوزراء امل وحزب الله، شو هي الحقائب؟ نحن يعني طيب في وزارة الصحة اللي عملوا عليها جدال، طيب والوزارتين هذيك شني اخواننا بامل غير المالية شو اللي بدهم ياخذوا؟ والله ما بنعرف، انا ما بعرف. هو الفلاسفه اللي بيقولوا احنا حاكمين البلد ومسيطرين على البلد ومندير البلد وكل ما يطلع موظف وينزل موظف، لكن الحقائب تبعنا بعدنا مش عارفين شو هي. انا بتحمل المسؤوليه، انا يا عوائل الشهداء ويا حزب الله قبل الناس كلها، انا بتحمل المسؤوليه لانه انا عم حاول كون ادم زياده عن اللزوم. قلنا له نحن ما بنعطي اسامي قبل ما تحلوا قصه الوزير السني. قال ما في وزير سني، ما في وزير، كيف ما في وزير سني يا اخي؟
قال ما في، ما في اسامي، روحوا ما بدكم اياه، ما في اسامي. نحن لا عم نجامل ولا عم نرفع عتب ولا عم نمسح جوخ ولا عم نخادع، نحن كنا واضحين من اليوم الاول. طيب يا اخي اول شهر في التباس، ثاني قبل شهر من ما يقولوا هاي حل العقدة المسيحية والدوزية، قبل بشهر بالتحديد نحن بلغنا بوضوح موضوع توزير الإخوة النواب السنة، إذا ما تعالج نحن مش ماشيين. هلا بقول بناء على هذا يعني. طيب عمليا وقف التشكيل، الرئيس المكلف راح على باريس وهاجت وماجت هون بلبنان، ورجعنا دقي واصري من مثل 2005، التحريض الطائفي والمذهبي والايادي الخبيثه والسنه والشيعه وكل الحكي الفاضي اللي صرنا بنسمعه من 2005 لليوم. طيب هاي الوقائع. القسم الثاني بناء عليه، اولا كل ما قيل عن عقده مفتعله، شيء قال عقده مفتعله، شيء قال عقدة مفاجئة، شيء قال عقدة طارئة، شيء قال حزب الله طلع الأرانب تبعه، كل هذا مش صحيح، ما بدي أقول أكثر من هيك، مش صحيح. من 5 أشهر النواب السنة عم يحكوا بهالموضوع ونحن عم نحكي بهذا الموضوع وعم نطالب معاهم، نحن وغيرنا، سلام بيحكي عن حالنا، مش صحيح. وكان ببعض وسائل الإعلام ينقال عقدة مسيحية ودوزية وسنية، الرئيس المكلف والطرف الآخر مش معترف بوجود عقدة سنية، لأنه هو مش معترف بالطرف الآخر أصلا. وإلا هذا الموضوع موجود من أول يوم، كل اللي بعتوا لي رسائل وعم بيقولوا هاي مفتعلة وطارئة، أو يا عمي لا طارئة ولا جديدة ولا مفتعلة وعتيقة، ومن أول يوم. نعم أنا بقولكم في شيء كان، لانه كمان نحن اواديم، في شيء اعتبر انه ارتكبنا خطا تكتيكي. انا ما بعتقد ارتكبنا خطا تكتيكي. شو الخطا التكتيكي؟ انه انتم كنتوا عم تحكوا في المجالس المغلقه ولم تقولوا هذا في الاعلام. طيب ببساطه نحن كنا عم نحكي بالمجالس المغلقه مع رئيس المكلف لنقول له يا دوله الرئيس انت بادر، انت وسع بيتك، انت كبر كفك، انت بعت ورا النواب، عود معاهم، اتفق معاهم، يا اخي شو بتتفق معاهم بيمشي، ها انت خود المبادره. نحن ما رحنا على الاعلام حتى ما يبين انه حزب الله يفرض على رئيس المكلف، حتى ما يحولوها الى معركه تحدي ولا معركه مكاسره. مش خطا بالتكتيك، لا، لانه نحن ناس بدنا الحكومه تتشكل وكل واحد ياخذ حقه، هذا السبب. ولا احنا قاصرين نحكي بالاعلام وخايفين من حدا نحكي بالاعلام؟ لا بنخاف لا من امريكا ولا من اسرائيل ولا من السعوديه ولا من كل الدولار والسيف العربي، فضلا عن لكن نحن ناس كنا من نعالج الموضوع بالحكمه والموعظه الحسنه، ويطلع رئيس المكلف هو شاف اولاد طائفته، هو عم يتعاطى زعيم وطني، هو عم يستوعب الكل، وهذا الموضوع بيتعالج. وكنا عم نقول له ترى نحن جديين، نحن لن نتخلى عن حلفائنا. طيب هذه اول نقطة. النقطة الثانية بناء عليه، على الوقائع اللي حكيتها، طلع من يقول انه حزب الله هدفه من هذا الامر وهذا الموقف المتشدد الى جانب النواب السنة هو منع فخامة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر من أنه يكون لهم 11 وزير بالحكومة. هذا حكي فاضي. أنا من هلا بقول لكم ياخذ الرئيس والتيار الوطني 11 و12 و15، ما عندنا مشكلة. أبدا ما عندنا مشكلة. طيب ما هذا حليفنا استراتيجي والتكتيكي أيضا. أصلا لما دعمنا مطلب النواب السنة بالتوزير، نحن ما حكينا من حصة الرئيس، ما حكينا من ال11، نحن عم نطالب الرئيس المكلف من حصته،
مش من حصة تواعيس. هلا بعدين بيتفاهم هو وفخامة تواعيس انه يكون من حصة فخامته، هذا شأنه. نحن لم نطلب لا في لقاء داخلي ولا في حتى بالوشوشة مع حدا انه يا اخي نحن نطلب من فخامة تواعيس انه يكون من حصته، ابدا ابدا. بدي لكم اكثر من هيك، من اول يوم رئيس التيار الوطني الحر بالصورة، وقبل شهر بالصورة الجدية في أعلى الجدية، لكن قلنا له نحن ما طالبين منكم شيء، لا من التيار ولا من فخامة الرئيس، ما طالبين شيء، هذا الموضوع عند الرئيس المكلف. كيف يطلع مع البعض أنه حزب الله بده ياخذ، بدوش الرئيس والتيار يكون عندهم 11، من العين يكون عندهم 11 و12 كمان. العلاقة مع فخامة الرئيس علاقة ممتازة وجيدة ولا تشوبها شائبة، ونختلف على، لطالما اختلفنا على نقاط تفصيلية بالسياسة اللبنانية، لكن تحالفنا وعلاقتنا فوق كل هذا اللي عم بيحاولوا انه او حاولوا على اثر هذه المشكلة الحاصلة انه ياخذوا الى صراع بين الرئيس، بين فخامة الرئيس وحزب الله، او بين التيار الوطني الحر وحزب الله. النقطة الثالثة، هو شيء بنشف الريق يعني. النقطة الثالثة، من أول يوم بين إنه لا نحن ما أعطينا الأسامي، وبالتالي التشكيل وقف. أيوة. هذا الصراع الإيراني الأمريكي. مع بنا هاي الحكومة حكومة حزب الله، أنا بعطل حكومة حزب الله؟ ما كلكم عم تقولوا هاي حكومة حزب الله، إيران بتعطل حكومة حزب الله؟ في مستوى من السخافة موجودة بالبلد. قبل العقوبات حزب الله يستعجل تشكيل الحكومة مشان العقوبات، هلأ لما تضامننا مع إخواننا السنة حزب الله يعطل الحكومة مشان العقوبات. يا أخي اهدوا على رأيي، يا هيك بدكم نساعدكم نحن كمان. طيب ايران سوريا، هلا رئيس بشار الاسد طلع متدخل، تاوي شرق الفرات وادلب واعمار سوريا والحل السياسي، هذا اللي عم يشغل رئيس الاسد بالحكومه اللبنانيه. انا بحب اكد لكم لا ايران لها علاقه ولا سوريا لها علاقه، الموضوع قد حجمه. هناك نواب سنة مستقلون يا أخي 8 آذار يمثلون شريحة كبيرة جدا من اللبنانيين ومن أهل السنة الكرام في لبنان، حقهم أن يطالبوا بوزير، نحن واقفين حدهم. لا تحط لي إيران وتعمل لي إياها صراع أمريكي إيراني وسوريا وهذا الحكي الفاضي. بناء على هاي الملاحظة، معلش بدي أطلع عن الرسميات واحكي شوي بالاسماء. يعني انا حابب وجه خطاب للاستاذ وليد جنبلاط وللاخوان بالحزب التقدم الاشتراكي، لانه اولا نقطتين. النقطه الاولى انه يعني ايران بدها تعاقبكم بتاخير تشكيل حكومه، هن جايبه هاي السالفه، هي معطياتك شو، ادلتك شو، بالخمسة اشهر اللي جنابك انت والقوات اللبنانيه كنتوا عم تجدلوا وتجدلوا وتجدلوا، كانت ايران طالبه عم تعاقب لبنان كانت بتاخير الحكومه. سوريا رئيس الاسد عم يتدخل، السوريين لاحقوا معنا ولا طلبوا منا، ولهلا لاحقوا معنا ولا طلبوا منا، مع انه كل يوم نحكي مع بعض، نحن كل يوم نحكي مع بعض. إذا هاي القراءة هلا أنت مبلش هيك وانطيناتك لقطة هيك، ضبط الانطينات يا وليد بيك، ما مش ضابطة معك. اثنين، طبعا أنا حافظ على الاحترام. اثنين، شوف جنابك بقيت 4 أشهر مأخر الحكومة، 4 أشهر، 3 وزراء، وزيرين، 3 وزراء، إلى أن لقيتوا الحل. أنا بقبل منك كصديق
تحكي عننا انه عم نأخر وعم نعطل، والوضع الاقتصادي والوضع الاقليمي. فيك تمرك من يوم اللي نحن ما اعطينا الاسامي للوزراء تبعنا، مكتوب عندك تاريخ 4 اشهر، بعدين احكي اللي بدك اياه. بس هلا لا، بدك تروق شوي وتنطر تشوف هذا الموضوع لوين بده يوصل. كمان للقوات اللبنانية، أنا شفت مسؤولين بالقوات اللبنانية إنه ها شفتوا العقدة وين؟ يعني أنتم ما كنتوا عقدة؟ أنتم ما كنتوا عقدة؟ وكل المعركة اللي انخاضت بلبنان بالإعلام وبالسياسة ومواقع التواصل الاجتماعي ونزلت على الأرض بالجامعات والشتايم والإهانات، هذا كله ما كان له علاقة، والعقدة هي العقدة السنية. طيب ما أنتم 5 أشهر يا جماعة، انتوا كمان جادلتوا وطلعتوا ونزلتوا، حقكم. انا ما عم اقول معكم حق ولا ما معكم، حقكم، عم تطالبوا بحقكم. و5 اشهر وعطلتوا البلد، نحن حكينا شيء؟ حدا من حزب الله طلع وقال القوات اللبنانية تعطل البلد، الحزب الاشتراكي يعطل البلد، تيار المستقبل؟ لا، بيجي لتيار المستقبل واحدين ولا فتحنا تمنا، وقاعدين ناطرين ناطرين ناطرين. إن مجرد نحن تضامننا مع إخوان لهم حق، فتحتوا النار إنه حزب الله يعطل وإيران تعطل وسوريا. شو الإنصاف هيدا؟ شو الإنصاف هيدا؟ شو البلد هيدا؟ ما بحق لكم. القوات اللبنانية بدهم يحسبوا 5 أشهر، إذا وليد بايك 4 هن لازم يحسبوا 5. بعد 5 أشهر بحق لكم تحكوا. من هون ل5 أشهر كل كلمة بتحكوها بهذا الموضوع هو اعتداء على شريحة لبنانية. طيب أيضا بناء عليه، بناء عليه من الملاحظات اللي أيضا أثيرت وقيلت أنه لا، حزب الله هو عم يتشدد بالموقف، لأنه بالتعبير اللبناني بده يطفش رئيس الحكومة. مش صحيح، من تعاوننا نحن وياه من اول يوم، وذكرت لكم موضوع 32 والعلوي والسرياني والحزب القومي واصدقائنا المسيحيين، و و و بدنا نطفش. بالعكس، نحن بدنا يشكل حكومه، ويفضل يتفضل يجي ويشكل حكومه وهو يرأسها، ما عندنا مشكله بهذا الموضوع، لكن ليعطي كل ذي حق حقه. القسم الاخير، طولنا عليكم بس نختم بالقسم الاخير. نحن موقفنا على الشكل التالي، حيث أن المطروح هو تشكيل حكومة وحدة وطنية، وحيث أن المطروح هو أخذ نتائج الانتخابات بعين الاعتبار. هذا متفقين عليه، المعايير ما مختلفين عليها. طيب يطلع حدا يقول لي شو المعيار اللي كانت حتتشكل عليه الحكومة وتصدر فيها المراسيم لو نحن أعطينا الأسامي قبل كم يوم؟ شو المعيار؟ كل 4 نواب وزير، كل 5 نواب وزير، شو المعيار؟ طيب القوات كانوا عم بيطالبوا ب5، اخذوا 4، هني 15 نائب. طيب نحن وامل 30 نائب ماخذين 6، كيف هيك؟ نحن بيطلع لنا 8، اذا وحده معيار. طيب تيار المستقبل 20 نائب بده ياخذ الكل، رئيسه معه 5 وزراء، رئيس المكلف معه 5 وزراء، هني 20. طيب نحن 30، وين وحدة المعيار؟ ما في وحدة معيار. هلا جاي بيقول لك المعيار، وحدة المعيار، وين وحدة المعيار؟ لا تناقشني انه هول النواب الستة من كتل ولا مش من كتل، هول لقاء متكتل مجتمع ويمثل شريحة طويلة عريضة. طيب حيث ان المطروح اخذ نتائج الانتخابات النيابية بعين الاعتبار، حيث ان النواب الستة يمثلون بنتائج الانتخابات، بنتائجهم هن، هون بدي اضيف شيء، اليوم ما عادوا النواب الستة بيمثلوا ناخبيهم، هن بيمثلوا سنة 8 آذار، بيمثلوا كل هذا الوجود الطويل العريض من الجنوب للشمال اللي شاركوا بالانتخابات ودعموا لوائح، شيء نجح وشيء ما نجح، بس هم ما غيروا انتمائهم ولا خطهم السياسي. اليوم النواب الستة ما عادوا بس نواب ستة بيمثلوا الذين انتخبوهم بالتحديد،
وانما بيمثلوا هذا الخط السياسي الطويل العريض. ولغة اللي عم نسمعها انه ما بنقبل وزير من سنة 8 آذار بلبنان بالحكومة، هذه لغة مرفوضة، هذه لغة عزل، هذه لغة إقصاء. نحن رفضنا العزل، رفضنا الإقصاء، نحن رفضنا. هلا ما في داعي احكي بالعلن، بالسير وبالجلسات الداخلية نحن ما كنا مع إقصاء أحد ولا مع إلغاء أحد، حتى أشد خصومنا نحن كنا صادقين لما عم نحكي عن حكومة وحدة وطنية. ما في لا منطق وطني ولا منطق أخلاقي ولا منطق قانوني ولا منطق سياسي ولا منطق مصلحة وطنية أنه يطلع حدا بلبنان ويقول ممنوع أن يتمثل سنة 8 آذار في الحكومة اللبنانية في هذا التشكيل. أي أساس ممنوع؟ إذا ممنوع تعال نحكي من أول وجديد بصراحة، تعال نحكي من أول وجديد، لأنه ما عادش في حكومة وحدة وطنية ومعاش في نتائج انتخابات ومعاش في معايير. اذا صار الموضوع استنسابي وصار الموضوع كل واحد وقوته السياسية وتمثيله وحضوره ومناكفاته وفرض شروط، خلنا نرجع من اول وجديد، من اول وجديد. وحيث ان هؤلاء النواب الاخوة يطالبون بحقهم وبتمثيلهم، وحيث أن من حقهم علينا أن نقف إلى جانبهم بما يمثلون ومن يمثلون، نحن وقفنا معهم، وقفنا معهم ويسمع اللبنانيين كلهم، وسنبقى معهم، وسنبقى معهم سنة واثنين وألف سنة وإلى قيام الساعة. نحن مش من النوع اللي بتخلى عن حلفائه ابدا، ما بتخلى عن حلفائه لما بيكون في منطق وحق. هلا بتيجي تقول لي والله الحليف يعني عم يطلب شيء مش حقه وما بينسق، ماشي الحق منناقشه لهذا الحليف، بس لما بيكون مطلب الحليف حق وهذا حليف وصديق واخ مش نحن، وصار لازم تعرفونا تحفظونا من خلال كل هالتجربة الطويلة، ومثل ما عم نحاول نساعدكم كمان تساعدونا. وأيضا نحن لسنا طرفا في المفاوضات في هاي العقدة، هاي المشكلة حلها عند رئيس الحكومة المكلف، حلها عند رئيس الحكومة المكلف. أمس التقيت أنا رئيس التيار الوطني الحر وكان طبعا مكلف فخامة رئيس أنه شوف فيك تعمل شيء، أنا قلت له نحن ما طالبين من فخامة رئيس شيء ولا طالبين منك شيء. هلا انتو نتيجة فخامة رئيس بي الكل وهو كلفك، انتو بدك تحاولوا تلاقوا حل لهذا الموضوع، ممتاز عظيم، نحن نؤيد ذلك، اي حدا بيسعى ليعالج هذا الموضوع ممتاز. اذا ما طالبين منكم شيء، ها لارجع على موضوع الحصة وال11، ونحن لسنا طرف في المفاوضات. ما حدا يجي يفاوض حزب الله، ما حدا يحكي مع حزب الله، القرار عند الإخوان النواب السنة الستة المستقلين، فاوضوهن إلن، احكوا معاهم، ناقشوهن، أنصفوهم. ما يقبلون به نحن نسلم، مش نحن نقبل أو لا نقبل، ما لنا علاقة، هذا حقهم، عم بيطالبوا بحقهم، وهو حليف وأنا واقف معهم، حزب الله واقف معهم، نقطة على أول السطر. موضوع بالنسبة لنا بالدرجة الأولى هو أخلاقي بالدرجة الأولى. أما حكاية أنه نحن جمعنا السنة ومن نقاتل في، نحن من نجمعين السنة ومن نقاتل فيهم، نحن إذا بدنا نعطل الحكومة بلبنان محتاجين يا وليد بايك ويا غير وليد بايك أنه نختبئ خلف السنة، إخواننا السنة. نحن نملك من الشجاعة ومن القدرة ومن الحضور ومن الوضوح ومن الشفافية، إذا بدنا نعطل مش موافقين تتشكل حكومة، أنا بطلع على التلفزيون وبقول نحن حزب الله مش موافقين تشكلوا حكومة، ما بنتخبى ورا حدا. بس نحن بدنا حكومة، ولأنه بدنا حكومة تواضعنا، ولأنه بدنا حكومة بعدنا متواضعين ومتنازلين ومتساهلين على حسابنا وعلى حساب حلفائنا. وحدة حكينا
بالغرف المغلقه لنساعد على الحل حتى ما ناخذ الامور على التحدي. وهلا نحن ما بدنا نفوت تحدي مع حدا، ولا بدنا نفوت بتوتير سياسي مع حدا، ولا بدنا نفوت بسجال اعلامي مع حدا، ولا حنجمع المشايخ والعلماء ليطلعوا بيان ويقولوا ايادي خبيثه، ولا حنستخدم اي خطاب. نحن من 2005 هيك. وبنهلالين معلش بتحب اقول له لرئيس المكلف، اذا عن جد انت جنابك بدك تشكل حكومه، بدك تساعد هذا البلد، بدك تتحمل مسؤولياتك، هاي الطريقه بالتحريض المذهبي والطائفي والعالم اللي طلعت يعني تضرب شمال ويمين، هذا لن يؤدي الى نتيجه. ولو ما بتعرفوناش ل 2005 هذا الموضوع لا بيقدم لا بيأخر، هذا بيوتر البلد بس، بيوتر الشارع بس. بس هذا بيغير موقفنا؟ بمس بإرادتنا، بقناعاتنا، بالتزاماتنا؟ أبدا. احكوا اللي بدكم إياه، قول بدكم إياه. قول اللي بدكم إياه. عطلوا، دمروا، خربوا. هلا بيجي بيقولوا لك الموضوع الاقتصادي والمالي، ليش الموضوع الاقتصادي والمالي ما كان قبل 5 أشهر؟ ليش قعدتوا 5 أشهر تتفاوضوا هاي الحقيبة وهيدا العدد وهيدا الوزير وهيدا ما بعرف شو؟ والبلد كلياتنا عم نقول الوضع الاقتصادي والوضع المالي. لما خلصتوا هونيك واجا حق هول جماعة البلد ما عادش يحمل الوضع المالي والاقتصادي، طيب ع مش انتم مخلصين للبنان؟ نحن مش مخلصين، نحن مرتزقة عملاء، انتم المخلصين للبنان، تفضلوا حلوا المسألة، اعطوهم وزير تفاهموا انتوا وياهم باحترام، باحترام تفاهموا انتوا وياهم، وطلعوا شكلوا حكومه وشوفوا بدها تنقذوا الوضع الاقتصادي والمالي. هلا الحكومه بتنقذ الوضع الاقتصادي والمالي ولا لا؟ هذا ان شاء الله بعد ما تشكل الحكومه بنحكي، انه نحن رايحين على حكومه انقاذ والله في شيء مشاريع نهب جديده بالبلد، مشاريع نهب جديده بالبلد، هذا بنوصل له بنحكي فيه. هلا فيما يعني الحكومة، خلاصة الكلام وما محتاجين لا نعيد ولا نكرر ولا نوضح ولا شيء، انتهى. بالنسبة لنا الجماعة هذا حقهم، نحن واقفين حدهم، نحن ما عم نحطهم قدامنا ونقاتل فيهم أبدا. هلا هن اللي بيقبلوا فيه، يعني حدا قال لي، حدا بيقول يعني هلا صار مصير البلد مرهون بقرار فلان وفلان 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 من نواب السنة، قلت له ايه نعم، وهذا حقه. نحن حزب الله بس يتصلوا فينا الاخوان النواب الستة او يبعثوا موفد لعنا وهن يقولون، هذا العراق ما عاش عند حزب الله، هن يقولون فيكم تعطوا الاسماء لرئيس المكلف، ساعتها نحن بنعطي الاسماء لرئيس المكلف. نقطة على اول السطر. هلا بكل موده بكل محبه، عندي كثير حكي بقلبي بدي احكيه، ما حاحكي اليوم، ما حاحكي ان شاء الله، ما نضطر نحكي. لا بدنا صراع ولا بدنا توتر ولا بدنا تصعيد ولا بدنا نراجع الامور للاول وللصفر. هذه القصه لا حجمها، لا اقليميه ولا دوليه ولا محليه، ولا حدا متخبي ورا حدا. في حق، فاوضوهم، احكوا معاهم، احترموهم، القرار اللي هن بياخذوه نحن سنلتزم به. في يوم الشهيد في هذه المسألة وعلى طول الخط، هذا التزامنا، هذا خطنا، هذا فكرنا، هذا طريقنا، هذا وفاؤنا، هذا وفاؤنا. نحن نعاهد شهداءنا الأبرار والأطهار أننا إن شاء الله سنواصل دربهم ونحقق أهدافهم أيا تكن التضحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.